السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض. احنا ان شاء الله من دلوقتي ولمده ساعه على الهوا وصفات باذن الله تعجبكم، وزي ما بنبتدي دايما وصفات الهوا بنقول لكم تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق الارقام اللي طلعت على الشاشه دلوقتي، وكمان تقدروا تكتبوا لنا كومنتاتكم واسئلتكم عن طريق الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك زعفران وفانيلا تحت الصوره اللي نزلت دلوقتي. بتقدروا تكتبوا لي كل استفساراتكم واسئلتكم وكومنتاتكم، ان شاء الله خلال الحلقه بنتواصل معاكم. هنبتدي مع بعض باول وصفه لذيذه للنهارده، وهي وصفه فطيره الدجاج والفلفل الالوان. الوصفه دي عشان نعملها عايزين معلقه كبيره زبده، معلقه كبيره زيت، 2 صدور دجاج، 1 فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل اصفر، عايزين 1 بصل شرائح، 2 فص ثوم مفروم، 2 كوب مشروم، 2 كوب كريمه، 1 كوب جبنه موتزاريلا، وللوش عايزين عجينه الباف بيستري قطعه واحده تكون، وعايزين بيضه، وعايزين معلقه كبيره سمسم. تمام، الوصفه سهله جدا وطعمها بيطلع لذيذ، وشكلها كمان بيطلع لذيذ جدا لما نيجي نقدمها كده في عزومه ولا في قعده، وحتى كمان اكيد لاهل بيتنا. طيب اول حاجه هنعملها، احنا حطينا الفراخ على النار علشان تتشوح كده شويه زي ما انتم شايفين، او ممكن تشوها، ممكن تبقى فراخ مشويه كمان عادي. دلوقتي هنحطها كده بس كده، يعني احنا شويناها بس انا رجعت حطيتها على النار، وكمان عايزه اقطعها اصغر شويه احلى، يعني بتبقى اسهل في الغرف، اسهل في الغرف، فهقطعها بس كده اصغر. دي كده مشويه صراحه الفراخ، لان احنا ممكن نستعمل فراخ قبل بيوم، يعني مثلا عندي فراخ مسلوقه من امبارح، عندي فراخ مشويه من امبارح، عندي فراخ نيه، عندي فراخ في الفرن، فأي فراخ عندنا بنقدر نستعملها في الوصفة دي، لأن هيتحط لها حاجات تانية هتبقى زي ما أنا عايزاها بقى، فسواء نية أو مستوية إحنا بنقدر نعمل الوصفة دي مع بعض. يلا بينا نكمل الوصفة بتاعتنا. الفراخ بتاعتنا جهزت، هنحط دلوقتي البصل، هنحط كمان ادي البصل بتاعنا كده، شوية بصل حلوين. لو حابين تكرملوا البصل لوحده ويبقى فيه الكرملة دي، طعم الكرملة في الأكلة بتاعتنا، برضو ممكن نكرمل البصل، نكرمله وبعدين نشيله من الطاسة، وبعدين نكمل الطبخة بتاعتنا عادي الفراخ في نفس الطاسة بعد ما نكرمل البصل. طبعا كرملت البصل عايزه صبر، عايزه نار هاديه، وعايزه وقت طويل، يعني عايزين ممكن نقعد نكرمل في البصل نص ساعه ممكن، بس كده بس بنكرمله على الهادي. ومثلا هي دي الطريقه الصح اللي بنعمل بيها شوربه البصل، لازم شوربه البصل البصل يتكرمل، والبصل عشان يتكرمل زي ما قلنا لازم، يعني ما ينفعش احط على البصل على النار واول ما الاقي لونه اتغير كده كمان 3 4 دقايق اقول خلاص البصل اتكرمل، لا، البصل عايز وقت طويل على نار هادية علشان يتكرمل صح. يا مدام نادية اهلا وسهلا بيكي. مساء الخير يا جدود. مساء الفل على الست الجميلة الفنانة 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 حبيبة قلبي، ده من ذوقك، اخبارك ايه؟ والله ابدا ده حقيقة والله حبيبة قلبي، تسعدي. عاملة ايه يا جدود النهاردة؟ الف حمد وشكر، عاملين اكل لذيذ ان شاء الله يعجبك. تسلم ايدك، كل اكلات الجميله ووصفات الجميله والله حبيبه قلبي، واكيد بحب اعرف رايك. تسلمي يا حبيبه قلبي، منوره الدنيا كلها والله يا غدوة. والله احنا اللي بنتنور بمكالماتك والله الحلوه. والله انت حبيبتي، ربنا يعلم والله. تسلمي لي، شكرا ليكي. الله يخليكي، تسلم ايدك، ودايما كده ربنا يحسن ما بين ايديك. حبيبه قلبي تسلمي لي، شكرا ليكي يا جميله. طيب هنحط بقى الفلفل الالوان اللي عندنا، احمر واصفر واخضر، الله ما جاتش على دول، وعندنا كمان المشروم بتاعنا، وعندنا شوية ثوم، هزود مكعب زبدة الصراحة كده علشان يدي طعم لذيذ للخلطة بتاعتنا، ونعرف كده نقلبها براحتنا.
اي بقى توابل حابين تحطوها حطوها. انا مش هحط الصراحه غير ملح وفلفل، هي اصلا فيها مكونات مديه طعم. انتوا حابين تزودوا عن كده، حابين تحطوا مثلا زعتر، حابين تحطوا بابريكا، حابين تحطوا ايه حطوا براحتكم خالص. انا عايزه طعم طبيعي، يعني مش عايزه كل حاجه تطلع بطعمها، يعني عايزه طعم الفلفل فلفل، طعم البصل بصل، طعم المشروم كده. فعشان كده مش هحط توابل، بس ده ما يمنعش انكم انتوا بتقدروا تحطوا عادي يعني. تمام كده، تقلبتين بقى كده مع بعض. عندنا بقى هنا ال كريم، شويه كريمه مش كتير يعني، عندنا شويه كريمه، عندنا قد ايه، كوب كريمه تقريبا، 2 كوب كريمه صح، 2 كوب كريمه بس، دول اقل من 2 كوب يعني، دول مش هيقضوا لان احنا طالبين 2 كوب، دول كوب كوب وتنتوفه. نحط 2 كوب احسن علشان تبقى على الكميه دي الصوص عندنا كويسه، يعني عايزينها اكتر كده، الا لو انتوا عايزين تكملوا بحليب، فساعتها بنحط كوبايه من الكريمه وكوبايه حليب، او كوبايه ونص كريمه ونص كوبايه حليب زي ما تحبوا. يا مدام يسر اهلا وسهلا بيكي. ازيك يا غدوده؟ اهلا وسهلا بحبيبتنا. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، تسلم ايديكي. حبيب. الخلطه جميله 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 حبيبه قلبي، هتبقى لذيذه وشكلها حلو ان شاء الله تعجبك جدا جدا، ان شاء الله تعجبك. المكونات الحلوه اللي تفتح النفس كده حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. ايديكي زي الفل يا غدوده. تسلمي لي، ده انت اللي جميله عشان كده بتشوفي كل حاجه حلوه. الله يخليكي. تسلمي لي يا قمر. عملت الصنف اللي قلت لك عليه اللي بالجلاش امبارح. جلاش؟ اللي لفيناه زي السمبوسك وجواه البسكوت المطحون ومن بره. عجبتك؟ عجبتني انا يعني، هما الولاد نسفوا نصها والنص انا صورته وبعتهولك. يا حبيبتي ما شفتوش، انا اليومين دول بصور النص، ويا دوبك خدت النص التاني وعملت بيه طبق وبعتهولك. انا علشان بصور اليومين دول كتير. الف هنا وشفا وتعيشي وتعملي لحبايبك كلهم في الخير. حبيبه قلبي تعيشي وتعملي لهم يا مدام يسر يا جميله. طيب احنا كده تمام، خليني اشيل دول. هناخد بقى دلوقتي اخر حاجه هنعملها، هنحط بس كده شويه جبنه يسيحوا مع الخلطه اللذيذه بتاعتنا كده، وبعدين بس يسيحوا هقول لكم هنعمل ايه حالا. بس تقليبه بقى كده، كده تمام خلاص. انا هطفي النار وهنروح هنا على الباف بيستري اللي عندنا. عندنا الباف بيستري اهي، هنقطعها مكعبات، شايفين هنقطعها مكعبات كده بالمقاس ده تقريبا، يعني ما فيش اي حاجه يعني، حاولوا تخليهم كده في نفس الاصغر اكبر سنه من بعض مش مشكله، بس يعني ما نبعدش كتير بهذا الشكل. وبعدين هنعملهم دلوقتي كمان مره بالعكس عشان يبقى عندنا ايه مربعات دي كده، نشيل. يلا نيجي بقى كده ونعمل كده. طبعا بتقدروا تعملوها كمان بقطعه البيتزا، ممكن تمشي معاكم اسرع. هناخد بقى الكلام ده كله هنحطه فين؟ هنحطه على وش الفطيره بتاعتنا. فالفطيره بتاعتنا كده ايه بقى، تطلع عليها مربعات صغننه كده لذيذه، ويطلع شكلها حلو وطعمها اكيد لذيذ. نفس المربعات دي يا جماعه لو عملتوها على السلطه كمان بتطلع حلوه قوي، وبرده لو عملتوها في الشوربه بتطلع جنب الشوربه تقدموها بتطلع حلوه قوي قوي قوي.
يعني مربعات الباف بيستري دول بيبقوا حلوين قوي. واللطيف فيها ان عجينه الباف بيستري عجينه محايده برضو، يعني تحطوها في مالح تحطوها في حل وهي شغاله حلو جدا. يلا هنا ممكن ناخد حته برضو، حرام. يلا ناخد بقى الخليط بتاعنا ده، بس نقلب كده شويه حلو علشان نتاكد ان الجبنه انتشرت وتوغلت كويس. هناخدها بقى كده ونحطها في الطبق بتاعنا. بسم الله، وهنقفلها كويس، نوزعها كويس، اسفه كده كده تمام. هناخد بقى دلوقتي الفطاير بتاعتنا الصغننه ونحطها على الوش. كل حاجه عندنا مستويه الا الباف بيستري الصغننين دول، ودول مش هياخدوا وقت خالص في الفرن. ناخدهم بقى كده شايفين، ولا في ترتيب لاي حاجه، كده زي ما هما هناخدهم نوزعهم على الوش بالشكل كده عشوائي، شكل عشوائي، وهيدونا نتيجه لذيذه جدا. شايفين كده، بس المهم ايه، نغطي وش الفطيره بتاعتنا. شايفين كده بس. هندهن بقى الكلام ده بالبيض، هدهنه بالبيض وهدخله الفرن على درجة حرارة 200 مثلا، لغاية ما يعني 200 كويس، لغاية ما الفطاير الصغننة دي بس تتخبز معانا ويحمر لونها كده وتبقى جميلة، وكده تبقى الخليط بتاعنا مستوي، فهو بالتالي جاهز. انا بس عايزة احمر الباف بيستري بتاعتنا. شايفين قد ايه سهلة. تقدروا بقى تغيروا في اللي احنا عاملينه ده زي ما انتوا عايزين، يعني تقدروا تعملوها بلحمة، تقدروا تعملوها بخضار بس الخلطة اللي تحت، يعني تقدروا يعني اللي انتوا عايزينه غيروا فيها. هي في الفكرة تقدروا تعملوها بفراخ وسبانخ مثلا برضو بتبقى تحفة، زي ما انتوا عايزين. بصوا خلاص احنا كده جاهزين، هدهنها بقى دلوقتي بالبيض زي ما اتفقنا، وعلى الفرن درجة حرارة 200 برضو زي ما اتفقنا. كده اتخبت كلها صح؟ خبيناها كلها اهو. يلا البيضة بتاعتنا، وهرش بقى كمان شوية سمسم، فهتطلع ان شاء الله لذيذة جدا جدا جدا. انتوا عارفين انا بس هحط دي كده ايه هنا، لان انا دي بتبقى صغيرة مش بعرف اخفقها كويس، كده اسهل كتير. ممكن احط عليها تنتوفة مية، انا بحب دايما احط مية او حليب او اي حاجة بس تفكفك، او كريمة بس نفكفك كده البيض، لانه شوية بيبقى ماسك فبيبقى صعب يتوزع لما نيجي نوزعه على وش الحاجة اللي عايزين نحمرها. نحط بقى كده شوية من خليط البيض على الوش، وبعدين هنرش شوية سمسم ويلا بينا على الفرن. بس احنا كده حلوين. طيب بصوا هنعمل ايه بس دلوقتي، اكمل البيض ولا نطلع الفصل على طول ولا نعمل ايه؟ سمسم خلاص. هخلص انا البيض كده على وش الفطاير بتاعتنا الصغننة الباف بيستري، وهحط عليها سمسم وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 زي ما اتفقنا. هنطلع بقى دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وحطينا الفطيرة بتاعتنا في الفرن، وتعالوا نبص عليها بصة. لسه اهي بس ابتدت تبكبك، فده يعني قربت ان شاء الله تحمر، مش هتاخد وقت طويل ابدا كمان لان احنا مقطعينها صغير، فان شاء الله كده في السريع تنفش وتبقى جاهزه. هنعمل دلوقتي مع بعض وصفه تانية برضو لطيفه جدا جدا جدا،
وهي فطاير بالجلاش بس هنعملها في الطاسه مش هندخلها الفرن. طبعا لو عايزين تدخلوها الفرن ممكن تدخلوها الفرن، بس يعني هقول لكم الطريقه بتاعتها هنا، وبرده تقدروا تعملوها في الفرن. عشان نعملها عايزين 200 جرام جبنه كشكافال، عايزين 200 جرام جبنه جوده، وعايزين طبعا عجينه جلاش اكيد، 200 جرام جبنه موتزاريلا. دي خلطه، الخلطه الثانيه ممكن نعملها بنكهه البيتزا، فعايزين معلقتين كبار صلصه بيتزا، وعايزين سلامي بقري، جبنه موتزاريلا، رشه زعتر، زيتون اسود، وشويه زيت للطاسه. فاحنا بنقدر نعملها بنكهات كتير قوي، يعني بحشوات مختلفه. تعالوا بقى نبتدي نشوف هنعملها ازاي الطريقه السهله اللذيذه دي، واللي بيطلع طعمها حلو جدا ومن غير اي مجهود. يعني اي حاجه بنلاقيها بتنفع في التلاجة بنقدر نستعملها لوصفتنا اللذيذة دي، لذيذة وسريعة، وأكيد أكيد أكيد الكل هيحبها، لأن مين ما بيحبش الجلاش. دي نص كده بدون سبب ولا أي تفسير ليها، نص كده محطوط في النص لوحده. ناخد اتنين، يعني يا اتنين يا تلاتة، ممكن ناخد تلاتة احسن علشان تمسك الحشوه. وهنعمل بس واحده ونشوف ازاي هنعملها مع بعض. مقفوله من هنا، ممكن نقفلهم دول، نشيلها كده على جنب، وناخد ثلاث ورقات بتوعنا نحطهم كده هنا. ممكن نعمل مثلا دلوقتي ببتاعت صدقوا نفعتني والله اللي نص دي، سبحان الله نفعتنا. ممكن نعمل ايه بس نخلي الجزء اللي في النص، يعني بقدر بس عشان يبقى هو اللي شايل الحشوه، بالذات ان الحشوه فيها صوص، يعني ممكن نزود كده حته علشان نامن ان الصوص ما تطلعش او تبل الدنيا يعني. فخلينا بقى كده نحط كده شويه صوص هنا، ونبتدي نحط الحشوات بتاعتنا زي ما احنا عايزين. شوف ايه الحشوات اللي احنا عايزينها ونحطها. نحط مثلا اي حاجة، اي حاجة يا جماعة انتوا بتحبوها حطوها. كده نحط مثلا شوية جبنة، شوية زيتون، شوية جبنة كده حلوين. وهنحط كمان شوية رشة زعتر، رشة زعتر. ممكن بقى دلوقتي نعمل كده ايه، لو تحبوا تأمنوا الدنيا بتقدروا تعملوا خليط من الدقيق كده. بصوا احنا كده حلو قوي، لو حابين بس تأمنوها يعني، بس هو مش مضطرين قوي لان هي بتقفل كويس. بس لو انتوا قلقانين بتقدروا تقفلوا الحتت دي بخليط الدقيق. بس بصوا احنا كده قافلين كويس، ابدا مش عايزين، خلاص شايفين اهي كده جاهزه. هاخدها بس دلوقتي احط شويه زيت في الطاسه، ونفرده الزيت كده علشان خاطر يبقى على كل حته في الطاسه لما اجي ازقها. وهناخد الفطيره بتاعتنا ونحطها بالشكل ده ونسيبها. اعملوها بالاحجام اللي انتوا عايزينها بقى كمان، يعني عايزينها اكبر من كده اصغر من كده زي ما انتوا عايزين. بصوا انا درجه الحراره عندي اعلى حاجه 9، انا عاملاها على 6، تمام 6 ممتاز. وهنخليها بقى كده لغايه ما تاخد لون كده من تحت، وبعدين نقلبها على الناحية التانية. حابين ترشوا شوية سمسم كمان ممكن. تعالوا نبص مع بعض على الفرن بقى، لسه شوية صغيرة. تعالوا شوفوا قد ايه ابتدى يبقى شكله حلو، ابتدت العجينة تنفش اهي. هنستنى شوية، مش زي صوتي، هنستنى شوية لغاية هنستنى شويه كده عليها لغايه ما تنفش، وبعدين نقرا بقى دلوقتي شويه كومنتات. يلا بينا.
مش عارفة ليه لبست جلافز بس يلا مش مشكلة. خلينا نروح على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا. يلا بينا على الفيسبوك يا حبايبي. خليني اوطي الصوت. فين الفيسبوك؟ ايه ده، بفتح حاجة تانية ليه؟ يلا الفيسبوك اهو، وادي الصورة وادي الكومنتات. يلا ما شاء الله في كومنتات كتير، خلينا نبتدي نقراهم. ليه لا، خلينا على 8. يلا اول كومنت عندنا من ايات كمال حبيبتنا، وحشتينا جدا جدا، بقالك كتير ما بتبعتيش ولا اعرف اي حاجه عنك، انت ايه اخبارك وحشتيني. زهرة البستان بتقول فوق القمة الروعة والجمال، شكرا ليكي حبيبة قلبي تسلميلي يا زهرة البستان، وان شاء الله دايما عند حسن ظنك يا حبيبة قلبي، وانا كمان بحبك جدا جدا. سرية زكي حسن شكرا ليكي، وإيمي سامي شكرا جدا، محاسن إبراهيم أحمد سعد شكرا ليكي يا حبيبتي، وعايزة هي من السودان، سلامنا ليكي ولكل حبايبنا في السودان، وعايزة طريقة كيك بصوص الشوكولاتة، كيكة الشوكولاتة البسيطة يا هبة لو سمحتي لأن معاها صوص شوكولاتة. شكرا شكرا. إيغال عبد الله سليمان، إقبال أنا آسفة، مساء الخيرات والمسرات عليكي أنت كمان يا حبيبة قلبي، وهي إقبال من السودان حبيبة قلبي. مرال أيدن سهجيان شكرا ليكي، وهي من حلب، يا سلام، يعني سلامي ليكي ولكل حبايبنا اللي في حلب وفي سوريا كلها. من ليبيا ثق بالله ثق بالله، اهلا وسهلا بيكي وكل حبايبي اللي في ليبيا. هند صبري شكرا ليكي. رحاب من السودان انا كمان بحبك جدا، مفتاح الحياه شكرا ليكي، بتقول منوره الكون، بتكون منور بالناس الحلوين اللي زيكم، شكرا. جنة الرحمن بتقول بتستنى الحلقه اللي على الهوا علشان تتواصل معايا، شكرا ليكي يا حبيبة قلبي، وأنا والله كتير بكون مبسوطة كمان لما بكون معاكوا على الهوا، ربنا يديم المحبة يا رب، شكرا ليكي. شكرا لهاجر محمود وجار كناني شكرا ليكي، تسلميلي حبيبة قلبي برضو من السودان. برضو هاجر عزت أنا كمان بحبكم جدا، وهي من المحلة، يا سلام أحسن ناس حبيبة قلبي. تسنيم العجوري بتقول الوصفات رأية وبتجنن، إن شاء الله دايما عند حسن ظنك. جزلان مأمون بتقول إنها بتتابع، بيسعدني جدا متابعتك ليا. سهى الزيني بتقول حبيبة ستات مصر كلها اللي بتفكرني بهوانم الطبخ وأساتذته أبلة نظيرة حبيبة قلبي، شكرا شكرا ليكي. والهانم منى عامر تسلميلي، كلك ذوق واللي قلتي عليهم دول طبعا اساتذه، وشكرا ليكي يا حبيبه قلبي وانا كمان بحبك جدا. خلينا قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا يا حبايبي نشوف كده ايه الاخبار في الفطيره بتاعتنا اللي احنا سايبينها على مهلها تستوي على النار، والفرن هنبص عليه كمان. تعالوا نبص على الفرن الاول ولا نبص على الفطيره الاول؟ لا هنقلب الفطيره بتاعتنا، لونها من تحت بقى تحفه، معلش بقى تشوف لي اللحظه دي لو سمحت، ربنا يستر. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال واللون الذهبي بقى الحلو، هديها نفس الوقت على الناحية التانية ونروح مع بعض نبص على الفرن. يا عيني يا عيني، أنا بقول حاسبها كمان 3-4 دقايق كده، يعني حاسبها لغاية ما نطلع الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا، بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله.
اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ودلوقتي الفطيره بتاعتنا تقريبا جهزت، تعالوا نطلعها ونفتحها مع بعض قبل ما نبتدي في الوصفه الجديده. شوفوا بقى، اسمعوا الصوت، فين السكينه بتاعتنا اهي، سامعين؟ يلا نفتحها. نفتحها ازاي كده؟ سامعين الصوت؟ قرمشة جميلة. وادي الفطير يا عيني. لا 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 لا، بصوا الجمال، يا نهار ابيض. شوفوا بقى حاجة كده جميلة جدا. بصوا الطبقات يعني مستوية، استوت خلاص، والموضوع ما خدش دقايق على النار، والموضوع صعب جدا بقى من اللذاذة يعني الصراحة. نفسي فيها بس ما انا لو كلتها لازم اكلها بالراحة عشان اتلذذ بالطعم، فالوقت هيضيع. فهنعمل الموضوع ده فين بقى ان شاء الله بعد الحلقة ما تخلص. خليك هنا كده انت وجمالك وحلاوتك. لا مش معقول، لازم والله تجربوها يا جماعة، الموضوع تحفة تحفة تحفة. يلا بينا. مش قادرة. فاضية حلوة. انزل بالمقادير، خطيرة. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل برضو وصفة لذيذة جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل مشروم محشي، بس مش محشي بطريقة عادية، محشي بطريقة لذيذة. طيب عشان نعمله عايزين ايه؟ عايزين مشروم يعني لو نفس الحجم يبقى كويس، عايزين جبنة تكون قطعة واحدة، وعايزين نعمل الخليط بتاع التمبورة. عايزين نعمل ايه بقى عشان نعمله؟ معلقة صغيرة بودرة ثوم، معلقة صغيرة بودرة بصل، معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة زنجبيل بودرة، ماء بارد، وعايزين زيت للقلي، وعايزين للتقديم خس مكشكش بس، وعايزين كاتشب مايونيز. غريبة قوي. انا غريب ده، انا فاكرة. ممتاز. طيب دقيق التمبورة يا جماعة، دقيق يعني بينفخ لوحده، بيعمل قرمشة لذيذة قوي للحاجات اللي بنقليها، وهو موجود في السوبر ماركتات، بيوفر علينا كتير ان احنا نقعد احنا نعمل الدقيق ونعمل البيض ونعمل مية غازية ومعرفش ايه. فلو عندكم في الدولاب بيبقى لطيف قوي ان احنا نستعمله. طيب احنا بنجيب المشروم كده زي ما هو، بتجيبه مقورة او بتجيبه بتاعت التفاح، وبندخل كده في الساق بتاعت المشروم ونحفر ونقورها. هو ده متقور بس انا يعني بوريكم الفكرة. تمام، بنقوره لغاية ما يبقى كده زي ما انتم شايفين. تمام كده بهذا الشكل. اصل اللفة دي طلعت حتة فهناخدها. فاحنا كده يعني محافظين على شكل المشرومية زي ما هي، شايفين؟ خلصنا، بنروح جايبين الجبنة اللي عندنا، اي جبنة احنا حابينها، وهنقطعها بهذا الشكل، شكل مدور كده عشان تبقى سهلة، او حتى لو مبشورة عادي بتقدروا تحطوا جبنة مبشورة جوه زي ما انتوا عايزين. عندي جبنة مبشورة في تلاجة الكنز بتاعتي، ممكن اروح اجيبها، بس يعني خلينا نعمل دول كده بتاعت التف. عندي اجبان في التلاجة بتاعتي، بتلاجتي ما شاء الله الحمد لله الحمد لله دايما عمرانة. خلاص عملنا كده، حشيناها بالجبنة اهو زي ما انتوا شايفين، شايفين اهي. هناخد بقى دلوقتي خلينا نعمل كده كمان واحدة في السريع، بس بقى بدل ما نقعد نعمل الحركات الصغننة دي خلينا نعملها بالشكل ده عشان ايه نخلص. ناخد كمان واحدة. لا خلاص هما دول اللي محشيين عندنا، دول اللي متقورين عندنا. اوكي
هناخد دلوقتي دقيق التمبورة بتاعنا، وناخد ده وناخد المية، وهنحط دقيق التمبورة اللي زي ما قلنا كتير لذيذ ويعني هتوب جد، ملوش عيارات. هنحط شوية توابل على ذوقكو، على ذوقكو، مفيش أي حاجة عليه في أساسية يعني. شوية زنجبيل بودرة، شوية بابريكا يعني، برضو ممكن نحط شوية زعتر لو عايزين. هو تقريبا الزعتر من الوصفة اللي قبل دي، بس مش مشكلة بيمشي حاله برضو عادي. بس طبعا لو عاملين الوصفة على انها وصفة، هو اصلا دي التمبورة اسيوي، فطبعا لو عاملينه على ان يعني بحاجات في وصفة اسيوية مش هنحط زعتر، بس لو عاملينه كده في وصفة عادية لذيذة بقى واجبان وحركات، حطوا اللي انتوا عايزينه. ان شاء الله تحطوا اعشاب ايطالية، حطوا اللي انتوا عايزينه. هنحط بس مية تكون يعني باردة، مش ابدا مش دافية، لغاية ما ناخد القوام اللي هوريه لكم دلوقتي، اللي هو بيبقى بين البانكيك وبين الكريب، بين الاتنين يعني. ده كده خفيف، ده كده قوام الكريب صح؟ خفيف، مش عايزينه يكون خفيف كده، فهنعلي شوية نسبة الدقيق. خلينا نعلي النار كمان بالمرة، نحط شوية دقيق بس صغيرين كده، علشان أنا عايزة يعني لما أجي أحط الحاجة اللي هنقليها ما تتزحلقش العجينة من عليه، عايزاها تبقى ماسكة عليه. تمام أهو، يمكن كده كده حلو قوي. تمام، هناخد بقى المشروم اللي عندنا أهو، الزيت سخن، لازم الزيت يبقى سخن. هناخد بقى دلوقتي المشرومية بتاعتنا وهنغطيها تماما بالتمبورة، تماما تتغطى بالتمبورة. ناخد ايه دلوقتي نقلبها، ممكن بشوكتين، ولازم النار تبقى عالية. نغلفها كلها كده بهذا الشكل كده اهو. تمام تمام، ناخدها بقى دلوقتي ونحطها في الزيت اللي نتمنى انه يكون سخن كفاية. كويس ماشي، ناخد واحدة تانية وبرضو نغطيها بال، تقدروا بقى انتوا عارفين دلوقتي مثلا جه في بالي ممكن كمان تغطوها بلحمة مفرومة، تحطوا جوه لحمة مفرومة، بس هي يعني كده بسيطة بالجبنة وعلى النار كده بالشكل ده. هنستنى بقى عليها لغاية ما تاخد لون كده يكون لذيذ وحلو اهي. شايفين شايفين ازاي مسكت حوالين المشروم؟ شايفين اهي، احنا عايزينها تبقى كده. هستنى بس عليها بقى لغاية ما يبقى كده لونها حلو، وهنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع بعد الفاصل يكونوا اتحمروا ونشوفهم مع بعض. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي خلينا بقى ايه نشوف مع بعض كده واحدة من المشرومات اللذيذة جدا اللي عملناها. تعال يلا، ده كده خلاص. تعالوا بقى نفتح واحدة مع بعض، تعالوا تعالوا تعالوا. أولا عايزاكم تسمعوا الصوت، سامعين صوت التمبورة وجمالها؟ شوفوا الجمال، شايفين الطبقة المقرمشة دي بقى؟ شوفوا قد ايه حلوة. يلا هنحطها هنا ونيجي بقى هنا ونبتدي نشوف النهاردة ايه الثمرة الغريبة بتاعتنا. النهاردة هنتكلم عن الفجل، ده فجل صيني. الفجل الصيني ايه هي او ايه هو الفجل الصيني؟
هو من الخضروات الغنية بالمكونات الغذائية، وهو يعني أول بدايته كان اتزرع في آسيا، وعرف وتعرف كمان بالفجل، اتعرف قبل الفجل الأحمر. الثمرة بتاعته من المصادر الهامة هي، والأوراق بتاعته كمان، الأوراق بتاعته غنية بالفيتامينات، وهو ممكن يتاكل ني وممكن يتاكل مطبوخ، ممكن يتحط في السلطات في الشربات، وممكن كمان يتحط مع اللحوم والفراخ في الأفران، وممكن يتقدم زي ما انتوا عايزين، يعني بيتاكل بكذا طريقة، وبيتاكل ني وبيتاكل مستوي. شكله شبه الجزراية الكبيرة، ممكن يوصل طوله ل 35 سنتي، تخيلوا يعني مقرب من النص متر، والقطر بتاعه ممكن يوصل ل 10 سنتي. الفجر الصيني ممكن بيتحمل درجات حرارة أعلى من الفجل الأبيض الياباني، وبينمو كويس جدا في المنخفضات اللي في أفريقيا. في المطبخ الياباني في كتير مخللات بيتم صنعها باستخدام الفجل الأبيض، والفجل الأبيض عادة ما يستخدم مقطع ومخلوط مع بهارات اسمها، مع صوص اسمها البونزو، ودي صوص آسيوية، وبيستخدم كمان في الأطباق المطبوخة. وإيه تاني؟ وفي المطبخ الصيني، وفي المطبخ الباكستاني، وبيطبخ في بنجلاديش، وفي المطبخ الفيتنامي، وهو قليل جدا في الطاقة الغذائية، وحصة 100 جرام بتحتوي على 22 كالوري. تعالوا بقى نفتح حتة كده ونشوف من جوه شكله عامل ازاي. بصوا، ونقطع حتة تانية وندوقه. ايه جمالك ده؟ تحفة بجد، طعمه بجد لذيذ قوي قوي قوي، ما فيهوش الحراق ده اللي بيبقى في طعم الفجل العادي اللي بناكله، في نسبة سكر كده. طعمه حلو بجد، طعمه لذيذ جدا، جربوه كده. نبقى وصلنا معاكم لاخر حلقتنا للنهارده، عملنا لكم فيها وصفات بتمنى انها تكون عجبتكم. عملنا لكم وصفه الجلاش الرهيبه اللي عملناها على الطاسه، وحشوها بقى زي ما انتم عايزين. احنا حشينا هنا بالجبنه بخلطه اجبان، وحشينا بالبيتزا. عملنا لكم كمان صينيه الفراخ اللي حطينا على الوش باف بيستري، برضو بيبقى شكلها حلو وطعمها حلو. عملنا كمان معاكم المشروم المحشي بالجبنه، وقدمناه مع صوص مايونيز وصوص كاتشب، وتقدروا تحشوا زي ما انتم عايزين، زي ما قلنا ممكن تحشوا بلحمه مفرومه زي ما تحبوا. الوصفات بتاعتنا هتنزل كلها على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا، واللي ما لحقش يشوف الحلقه من اولها بيقدر يشوفها في الاعاده. عندنا اعادتين، اعاده الساعه 8 بالليل واعاده الساعه 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم ان شاء الله بكره على الهوا ان شاء الله في حلقه جديده، وصفات جديده وافكار جديده. باي باي.